رسميا النادي الاهلي يفوز بلقب مسابقه جديده، وسبب خناقه ميسي ومعتز اينو ومدرب برشلونه الحالي علاقته ايه بالنادي الاهلي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده على قناتكم صاحب الكوره. مبدئيا بعد العناوين المثيرة دي استأذنك علشان نسخن كده مع بعض، وانت باصص لي اهو دلوقتي اهو، انزل حالا على زرار الاشتراك الاحمر تحت او سبسكرايب، دوس عليه. ايوه دوست جدع، فعل الجرس، اعمل لايك على الفيديو، دوس استني تعليقك على محتوى الفيديو، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اول حاجة، النادي الاهلي رسميا يفوز بجائزة جديدة بدون لعب. موقع من مواقع الإحصائيات الشهير، موقع فرنسي دايما بيعمل إحصائيات على السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، وبيعمل الإحصائيات دي بتكون قارية، بمعنى أنه مثلا بيعمل إحصائيات في أوروبا، في أفريقيا، في آسيا وهكذا. فمن ضمن الإحصائيات اللي عملها، لسه مفيش الكلام ده يعني يا النهاردة يا امبارح، لقى أن من أكثر الأندية متابعة في العالم، بعض الأندية اللي فرق عن اللي تحتها بفارق يكاد يكون الضعف او اكثر شويه. فراح قال خلاص انا هقرر ان انا اعمل احصائيه باكثر الانديه متابعه على القارات كلها. فلما عمل الاحصائيه دي لقى ان في قاره افريقيا النادي الاهلي يتصدر المتابعه على وسائل التواصل الاجتماعي باجتياح، وبرقم يعني توتال عن طريق كل الوسائل اللي هو انستجرام، تويتر، فيسبوك، لينكد ان وهكذا، يعني عمل في حدود 27 مليون متابع على مستوى أفريقيا. يجي بعديه في المركز الثاني نادي الزمالك ب 12 مليون متابعة، وبعد كده بقى المركز الثالث نادي الرجاء المغربي، وبعد كده نادي كايزر تشيفس، وبعد كده مش عارف نادي اورلاندو بايرتس، وفي المركز السادس نادي بيراميدز. دي برضو يعني نادي يعتبر لسه ناشئ، وصل للمستوى او للمتابعة رقم 6 على افريقيا، فدي برضو تقدم كبير جدا لنادي يعني بيراميدز. وعايز اقول لك ان في المركز العاشر على افريقيا كلها، تخيل مين؟ نادي اف سي مصر. فدي برضو حاجة كويسة جدا جدا من نادي اف سي مصر ان هو يصل اعتقد لمليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي. فده كان لقب او جايزة جديدة حققها النادي الاهلي، لان الموقع ده المفروض ان هو النادي اللي بيكسب دايما في الحاجات دي بيبعت له جايزة ممكن تكون رمزية او كده، ولكن بتبقى موثقة عنده بالارقام في سجلات الموقع والسجلات العالمية للاحصاءات زي الموقع ده، لان الموقع زي ما اقول لكم من اشهر مواقع الاحصاءات في العالم. الحاجة التانية أو الخبر التاني اللي معانا، زي ما قلت لكم، سبب خناقة ميسي ومعتز إينو. واحد يقول لي ميسي ومعتز إينو إيه؟ إيه اللي بتقوله ده يا عم؟ ميسي ومعتز إينو اتخانقوا إزاي؟ هو ميسي يعرف حد في مصر أصلاً غير محمد صلاح؟ أقول لك لأ. من فترة كده انتشرت صورة كانت لميسي تجمع ميسي بمعتز إينو، وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي المصرية، يعني الصورة دي كانت أعتقد من عام 2009 لما كان الأهلي بيلعب برشلونة في يعني مش ما كانش في مصر، مش فاكر كان فين بالظبط والله. فالماتش ده كان يعني حاجه زي مباراه وديه كده، ف يعني اللي حصل ان معتز اينو كان كل شويه، يعني جوزيه كان بيديله تعليمات ان كل شويه يضرب يعني يضرب ميسي. ميسي ما ينفعش حد يوقفه غير وهو بيضربه، فكان واخد تعليمات ان هو مع ميسي يكون راس براس، يعني تضربه. يعني عايز اقول لك انا والله العظيم من كتر ما نسيت، مش فاكر ساعتها كان تقريبا هو جوزيه هو المدرب، يعني راجعوني برضو كده لو انا بقول معلومه غلط، فاعتقد ان جوزيه هو المدرب. 2009 ده من كام سنه؟ 11 سنه. فكان مديه تعليمات ان هو ميسي عشان توقفه لازم تضربه، ما ينفعش ان هو مثلا تحجز عليه تعمل، لا لازم يتضرب. فكان كل شويه معتز انه يضربه يضربه يضربه، فجت وميسي كان كل شويه يقع وياخد فاول. فجت كوره معتز اينو بيضرب فيها ميسي، فميسي اتنرفز واتضايق وراح مكمل على رجل معتز اينو وراح ضربه هو كمان، فمعتز اينو ما عجبوش الوضع، فميسي هو واقع في الارض راح معتز اينو راح باصص له، معتز اينو بص له وبيقول له، يعني هو معتز اينو لما صرح عليك انا قلت له كلمتين بس، هو اتكلم بالاسباني وشتم تقريبا، انا قلت له كلمتين بالانجليزي هم اللي حافظهم، وات وات، يعني بس قال له وات وات بس.
يعني انا مش فاهمك هو اللي انت بتعمله ده. هو تقريبا كان محافظهم له جوزيه، لو الراجل زعل منك قول له كده. قال لك لدرجه ان ميسي كان متضايق جدا في المباراه دي، وبعد المباراه ما خلصت المفروض بيتم تبادل التيشيرتات ما بين اللعيبه، كل لعيبه برشلونه بدلت التيشيرتات مع لعيبه النادي الاهلي الا ميسي اللي خرج غضبان وما رضيش يسلم على حد ولا يبدل التيشيرتات مع حد، وكان متضايق جدا من اسلوبي معاه في المباراه ومن هجومي عليه. فالصوره دي انتشرت مؤخرا يعني كنوع من الهزار او السخريه على وسائل التواصل الاجتماعي، اللي هو جايبين معتز اينو وبيبص لميسي يعني وهو على الارض، واللي هو ايه يعني معتز اينو جامد يعني وكده. ما علينا مش ده موضوعنا، بس حبيت اقول لكم السبب كان ايه. هي الموضوع انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والناس مش فاهمه القصه ايه يعني. الخبر الثالث معانا هو علاقه مدرب برشلونه الحالي كيكي ساتين بالنادي الاهلي وايه اللي حصل. منذ فترة كان تركي الشيخ بيتكلم مع جماهير النادي الاهلي وبيتكلم مع ادارة النادي الاهلي ان هو هيجيب مدرب عالمي للنادي الاهلي قبل ما يجيب رينيه فايلر، وكان عاجبه جدا كيكي ساتين، وكان قعد معاه وشفنا تركي الشيخ قعد معاه واتصور معاه كده صورة، وكان في فيديو ما بينهم اعتقد، زي ما كان قاعد مع زيدان وهكذا، وقعد مع جوتي لما جاب جوتي مدربا للالميريا. فكيكي ساتين ما كانش عنده اعتراض ان هو يجي مصر ويدرب النادي الاهلي، ولما سئل طبعا تركي الشيخ ساعتها اتكلم والناس كدبته، ولكن كيكي ساتين امبارح طلع وصرح على راديو من راديوهات الاذاعه الرياضيه في اسبانيا، وقال ان هو كان معروض عليه ان هو يدرب نادي في مصر، وان النادي اللي في مصر ده نادي يحظى بجماهيريه كبيره ويحظى بشعبيه كبيره مش في مصر بس بل في افريقيا، وهو من اكبر انديه افريقيا بل يكاد يكون اكبر نادي من حيث الارقام والبطولات. الراجل قاعد يتكلم شويه ان هو برضو بيتكلم كتاريخ، ان هو ما كانش رايح اي نادي في مصر او في الوطن العربي او في افريقيا، لا ده كان رايح نادي كبير وكان رايح يبقى مدرب كبير. قال لك قبل ايام يعني من عرض برشلونه تدريبه لها، فبيقول لك ان انا كان ممكن يبقى مصيري هناك، ولكن انا ساعتها رفضت مع ان العرض كان بفلوس مغريه جدا، وبعد ما رفضت يمكن اهلي قالوا لي رفضت ليه، ده العرض فلوسه كتير جدا. قال لهم لا انا مش حابب، انا مستني حاجه اكبر. وبيقول يعني ان هو فعلا لما انتظر ربنا كرمه ودرب برشلونه اكبر نادي في العالم بالنسبه ليه، وان برشلونه حاليا او من زمان من ايام هو لسه كان ما راحش برشلونه كان بيقول لك ان هو بيعتبره دايما اكبر نادي في العالم من حيث كل حاجه، وان لاعبين برشلونه حاليا بيتطوروا وكل الكلام ده. ففعلا كيكي ساتين هو اللي صرح ببقه وقال ان هو كان هيجي يدرب النادي الاهلي، وفعلا المستشار تركي آل الشيخ ما كانش بيكذب، الموضوع كان حقيقه، ولكن كل الناس هجمته ساعتها وكذبته، ولكن في الاخر ظهر الحق. كان معاكم اخوكم عمرو عاطف من قناه صاحب الكوره، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، السلام عليكم.